قال لك نادي كاظمات. ايش قلت انا؟ انت قلت شو اسمه؟ قلت لك قلت لك عن نقطة. ما في نقطة، انا ثلاث نقط سرقت مني. سرقت منك شو؟ سرقتها بل انت عديتها. هالحكام هالحكام بس دام قلت شيء خلاص يعني انا اقول نادي الكويت والعربي يطالبون على ثلاث نقاط وانا نقاطي تسرق بالتحكيم. يعني بالله انه ثلاثه يضحك الحين اسمه مسكين برميه لانه داري انه مسروقه وفي عده مباريات سرقت منكم انتم صح؟ عدل صح برافو عليك.